السلام عليكم ورحمة الله. وفد الله، حياكم الله. تحية طيبة أعطر بها مجالسكم، هذه المجالس التي تحفها بركات الحج ونسمات الحج وروحانيات الحج، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم في المقبولين. أما أنتم يا إخواني الذين تمنيتم ورغبتم أن تكونوا بين وفد الله لكن الحظ لم يسعف والله لم يكتب، فثقوا بأن هناك خطا أو طريقا إلى الله سبحانه وتعالى تحج من خلاله الأرواح. فكم من روح حجت وقعد الجسد، وكم من جسد حج وشردت الروح. يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح سيان عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نتكلم في أولى أركان الحج، ندخل في أول الأركان وهو ركن الإحرام. بعد أن توقفنا عنده في الحلقة الماضية كنا تكلمنا عن الانطلاق، ولا شك أن أول أركان الحج يقع في رحلة الانطلاق من الطائرة، يبدأ الإحرام لله سبحانه وتعالى. دكتورة، كنت تفضلتي في معاني التلبية، تفتي بنا في معاني الإحرام بدءا من الطائرة. نعم، صرنا في محاذاة الميقات، عندنا رخصة أن يحرم الحاج من جدة ولا داعي أن يزعج نفسه في الطائرة. وقلنا أيضا مسألة مهمة جدا، قلنا نشوش على الحجاج بفتاوى من هنا وهناك، خلي الحاج والحاجة يعيشون الحج بمعانيه العظيمة. وقلنا أن هذه المعاني هي التي ستعينه على المشقة وتحمل المشقة. فقلت إذن الإحرام له معاني عظيمة جدا، والتلبية لها أيضا معاني عظيمة جدا. فنجد بأن بعض الحجاج بل الكثير ينام عن التلبية، ولا أظن إنسان فاهم معنى التلبية كما هي ينام عنها. سبحان الله. فالإحرام هو، قلنا أولا، أن تدخل في أمان وسلام وأدب مع الكون كله. أولا مع جسدك، حين يمنع عليك أن تقطع ظفرا أو أن تقص شعرا، مع الشجر حين يمنع أن تقطع، مع الحيوان حين تمنع من الاصطياد، مع الحجر حين تذهب لتقبله، أيضا مع الإنسان الذي معك، يعني محرم حتى أو منهى عنك حتى الجدال الذي هو أن تغضب أو أن تغضب عليك مسلم، وقد يؤدي هذا قلنا إلى سوء المعاملة، فماذا تفعل؟ فنذهب إلى الفسوق وغير ذلك. فقلنا إذن سلم مع كل من حولك. هذه المعاني يستحضرها الحاج حين ينوي الإحرام. وليس تلك المعاني الآن دخلت في الإحرام، الآن لن أتطيب، لن، لا يجوز لي أن أمس النساء، لن أفعل ولن أفعل. يعني عند الإحرام يستذكر تلك المعاني التي فيها السكينة، فيها غذاء الروح، وليس ما منع عنه وما حرم عليه، أو أنه يعيش خوف شديد، ربما أفعل أنا محظور. نعم، يخاف أن مثلا يحك جلده، هذا هي يعني بعض الحجاج أو يغتسل أو كذا، وهذا مما من المباحات. فيقول لك ضاع حجي بسبب ماذا؟ أنه يعني حك رأسه فنزل شعر. سقطت شعر. نعم. فلذلك قلنا يشغل نفسه بهذا، أن يعيش قلنا الحج بهذا الشكل. أيضا في التلبية، التلبية الأصل فيها أنك ماذا لا تقطعها يا حاج يا حاجة. في بعض الأحيان يصل المطار هذه لا توجد تلبية، تجد يصعد الحافلة يبدأ لبيك اللهم ثم ينامون، فلا يستفيقون إلا بدخولهم إلى الحرم، ثم قوم ولبيك اللهم لبيك. لا، ليس هكذا التعامل معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكثر صلى الله عليه وسلم من التلبية، خاصة في حالة الهبوط والصعود، هنا تتأكد التلبية. فأيضا حالة قعودك وقوفك، في كل ما تغير حالة من حالاتك لابد عليك أن تلبي. والجميل لو أن وأنت صاعد للحافلة تلبي، وأنت تجلس تلبي، ثم تقف تلبي، تنزل تلبي، في كل موطن من المواطن تلبي. فحتى يعني قلت في الحافلة، لو أن يعني أمام يعني الحافلة الجهة الأمامية من الحافلة يلبون، ولا بأس الخلف يسكتون، متى عندما ينامون هؤلاء يستيقظ هؤلاء، بحيث يبقى التلبية مستمرة على طول. هذا ما نريد أن نقول للحجاج، لا تقطع التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم قطعها، والإنسان عليه أن يشغل نفسه بها، إلا في حال الجهد. يعني أحيانا الإنسان يلبي ثم يجد نفسه قد أجهد،
يعني هذا أو حالة الغفلة أو حالة النوم في حالة الاستيقاظ مباشرة تلبية، حالة يغفل يفكر في شيء ثم يرجع يلبي أيضا. فقلنا المرأة طبعا أيضا ترفع صوتها بالتلبية لكن تسمع صوتها فقط فلا ترفعه كالرجل، وهذا هو الأحسن. فيه كلام ولكن إنما هي تسمع كلامها فقط، تسمع كلامها وهي أيضا تلبي فأين، ولكن لا تخالط بصوتها هذا الرجال. هذا والله أأمن وأسلم، أأمن لها. فأنا قلت فيها كلام ولكني أفضل هذا، رأيت فهذا أسلم والله أعلم. ذكرتني ببشار بن برد الشاعر المعروف، كان يطوف في البيت ويقول إني أسمع صوت تلبية النساء. يعني ما أمن، وهو كان كفيف أعمى فما كان يرى النساء، إنما كان يلتفت إلى أصواتهن في التلبية. فمن الأسلم أن تلبي المرأة بحيث تسمع صوتها فقط. نعم تسمع نفسها. التلبية أيضا هي التحام مع الكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر. الله، بمعنى أنك تلبي معك كل من حولك، الشجر والحجر وحتى اليابس منه وغير ذلك، فإنه كله يلبي معك، لبيك اللهم لبيك لبيك. استشعار هذه المعاني جميل جدا، يجعل الإنسان حتى ولو نام الذي بجانبه هو يعلم أن هناك من يلبي معه. أيضا لبيك اللهم لبيك، لبيك الأولى قالوا هي استجابة لقوله سبحانه وتعالى حين يعني تحدث الله سبحانه وتعالى على خلقنا الأول في عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فالتلبية الأولى هي استجابة لهذا. التلبية الثانية قالوا استجابة لآذان سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج، لأن الله تبارك وتعالى حين أتم البيت سيدنا إبراهيم عليه السلام أمره الله بأن يؤذن في الناس بالحج، قال ربي يعني وكيف يبلغ صوتي؟ فقال عليك الآذان وعلي البلاغ أو الإبلاغ. فوقف على جبل قبيس ثم بدأ ينادي في الناس بالحج، حين ذلك يعني بلغ نداءه فعلا بأمر من ربه تبارك وتعالى كل ما أو من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله له الحج. فكل من سمع فإنه كتب الله له الحج. ثم بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ بمعنى أنا جئتك يا رب، راني جيت إليك يا رب العالمين، ناديتني فأجبت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، جئتك وحدك، جئت إليك لا لغيرك رب العالمين. ما جئت للتسوق، ما جئت للسياحة، ما جئت لطرف الحديث والكلام هنا وهناك، لا، جئت من أجلك أنت. وبالتالي لأركز وأنا في تلبية هذا على ماذا؟ على مقصدي من هذا الحج. أنا أريد ماذا؟ أريد جوار رب العالمين، أريد الأنس برب العالمين، كما تفضلت قبل قليل أيضا مسألة أنني في دورة مع رب العالمين، دورة تدريبية، أخذ من خلق رب العالمين وأخذ من صفات رب العالمين، ما يجعلني بعد حجي أظهر فعلا أني صاحب حج مبرور. أيضا في هذه التلبية قلنا موضوع الشرك بالله تبارك وتعالى، لماذا ذكر موضوع الشرك مرتين؟ وهذا خطير جدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مرتين بدأ أو ختم. ثم إن الحمد والنعمة، تستحضر النعمة، نعمة أن اختارك من ملايين الناس، نعمة أن وفقك بالمال والصحة والجهد، بتيسير مجيئك إلى هناك، فهذه كل نعم استحضرها وأنت تلبي حتى تفعم قلبك بهذه المعاني الروحية فتستلد هذه التلبية. وكأن التلبية دكتورة تغذي جانب التوحيد في عقيدتنا. يعني مما يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا إبراهيم قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ثم قال ألا تشرك بي شيئا. هذه جملة معترضة صحيح. ثم رجع وطهر بيتي. أنا أود أن أقف عند كلمة بوأنا، وكلمة بوأنا أصلها باء، والإنسان إذا باء يعني رجع، وكأن الحاج يستحضر أن يا رب أنا راجع إليك، إن إلى ربك الرجعة، أنا هنا كنت من اللحظة الأولى التي نزلت بها إلى الدنيا، أذن المؤذن في أذني طيلة حياتي وأنا أسجد لهذا البيت، منذ نعومة أظفاري حفظت بني الإسلام على خمس
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا البيت رافقني طيلة حياتي، هذا الشوق كان يسكن قلبي، فأنا الآن رجعت، أنا من هنا وإلى هنا رجعت. حتى هنا في يعني معنى جميل ذكره بعض المفسرين لما قال سيدنا إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال هذه القواعد التي رفعها سيدنا إبراهيم، من الذي وضعها؟ قيل سيدنا آدم عليه السلام هو الذي وضع تلك القواعد. إذن والدي ووالدك ووالدنا جميعا وضع القواعد لهذا البيت. إذن هذا البيت بيت العائلة الأصل، هذا بيتنا جميعا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى للناس: وأذن في الناس ولله على الناس، هذا بيتكم جميعا. لكن أن تكون مكتملة الإنسانية، إذا اكتملت إنسانيتك فهمت أنك لست إلها، وشخص مثلك ليس إلها ولا ابن إله، وبالتالي هناك إله. هذا الإنسان اكتملت إنسانيته، فقال الله تعالى: ولله على الناس، هذا بيتكم أيها الناس جميعا. هذا وضع قواعده أو وضع قواعده أبوكم آدم، ثم أبو الأنبياء إبراهيم رفع تلك القواعد: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم قال: أن لا تشرك بي شيئا. إذن أنا أرجع: لبيك اللهم لبيك لا شريك. أن أذهب ويأخذني ذلك المعمار الرائع، الفن المعماري الهائل، هذا من الشرك. أن أذهب وأخذ نفسي معي بأبهتها وكبريائها ومكانتها وصولتها ودولتها، هذا ممن اتخذ إلهه وهو جعل لله ندا وهو خلقه. في البيت لا شريك لك. لاحظي الله سبحانه وتعالى لما قال عن البيت: سواء العاكف فيه والباد. من هو العاكف؟ هم أهل مكة، لكن الله سماهم في الآية معتكفين، يعني هؤلاء لائذين بالحرم، هم سكان مكة ولدوا في مكة لكنهم لائذين. قال: العاكف فيه والباد، سمان الله بدوا، وكأننا يعني الآن رحلنا إلى البيت وسنمضي بعد ذلك، لكن بشرنا الله في هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، أنت وأهل مكة سواء. لماذا؟ لأنك عند رب واحد سبحانه وتعالى. هذا البيت لا شريك لك، لا يوجد شخص أعلى من شخص ولا شخص أقرب إلى الله من شخص، سواء العاكف فيه والباد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، هذا طهارة القلوب، طهارة العقيدة، طهارة العقل. كل ما حدث معي الله أراده، هذا التوحيد، لا إله إلا الله، لن يسير أمري إلا الله، لن يوجهني إلا الله، لا أسجد إلا لله، لا أتوجه إلا إلى الله، لا ألبي إلا الله، لا أسمح لعبد أن يأخذني من بقاع الله، لا أسمح لعبد أن يأخذني عن الفكر بالله، لا إلى تسوق ولا إلى غيبة ولا إلى نميمة ولا إلى لفت النظر لعيوب إدارية. لا شك أننا بشر نخطئ، ومن حقك أخي الكريم أن تنال حجة بأرفه ما يكون وأفضل ما يكون، والقوم الإداريون يبذلون جهدهم، فإن وقع تقصير فلا تذهب حجك، لا تبطل حجك يا أخي، التفت إلى الأهم في حجك، إلى ذلك الغذاء الروحي الذي ضمن الله لك أن يكفيك كل عمرك. في الصلاة كل يوم تصلي 5 مرات، الجمعة مرة في الأسبوع تكفيك، في الصلاة تلتقي بأهل حيك، في الجمعة تلتقي بأهل قريتك، في العيد تلتقي بأهل مدينتك، هذا 2 مرات في العام، رمضان تصوم 1 مرة في العام، لكن الحج 1 مرة في العمر، وتلتقي بها في كل الأمة، تلتقي في الحج بكل الأمة، بأسودهم وأبيضهم، عربيهم وأعجمهم، غنيهم وفقيرهم، وزيرهم وغفيرهم، كل أولئك يجتمعون على صعيد واحد ليهتفوا بنفس النداء. لاحظي ربي سبحانه وتعالى يعني الذي قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا أصل أصيل وركن ركين في ديننا. كان سبحانه وتعالى يعني يمكن أن يجعل لنا وقوف عرفات يمتد إلى شهر، ونذهب إلى الوقوف إلى عرفات ونحن مرتاحين. يمكن أن يجعل لنا سبحانه وتعالى سعة في منى مثلا، لكن الله تعالى أرادنا أن نتوجه إليه في التوقيت نفسه، نهتف النداء نفسه، ونلبس الثياب نفسها، نتوجه إلى إله واحد في وقت واحد مع بعضنا
كما نحن تسقط تلك الرتب وتسقط تلك الاعتبارات لتحمل اعتبارا واحدا، عبد، فقط عبد. تتوجه إلى من ملك ناصيتك، إلى من ملك رقبتك، إلى من ملك رقك. النبي صلى الله عليه وسلم في حجته من خروجه إلى عودته كانت تتجلى فيه مظاهر العبودية، عبد لا يخرج من هذه العباءة، هو عبد، إن أمرني الله أطعت. وإذا نظرت في الحج في كل أركانه وكل توجهاته تشعر بأنك متعبد. لماذا يا رب عرفات؟ هكذا لأن الله أمر. لماذا في هذا اليوم؟ هكذا لأن الله أمر. لماذا أنا مضطر أن أخرج قبل يوم الذي هو يوم التروية؟ هكذا الله أمر. لماذا يا ربي سبعة وليس تسعة؟ لماذا ليس واحدا؟ الله أمر. لماذا بين الصفا والمروة؟ أنت عبد، افعل ما يطلب منك وحسب. ولك على الله سبحانه وتعالى أن يذيق قلبك تلك المعاني الإيمانية. بمجرد أن تدخل إلى البيت وتبدأ طوافك ستشعر بأنك تشارك الملائكة تلك العبادة الأزلية الذين كانوا يفعلونها يعني اعتباريا منذ أن خلقهم الله سبحانه وتعالى، أزلية اعتبارا يعني منذ أن خلقهم الله وهم يطوفون. وبفضل الله تعالى الطواف لا ينقطع الحمد صحيح. لله. والله تعالى أرادنا أن نطوف جميعا مع بعضنا ونتأدب بأداب الطواف، فلا نتزاحم إنما نتراحم، لا نتدافع إنما نتقارب ونتوائم، وننتبه ألا يؤذي أحدنا غيره، لا بريحه ولا بصوته ولا بعرقه ولا بضرب منشفته. هذا الرداء الذي كثيرا ما يفعله الحاج، ترينه يعني يمسك إزاره بشكل جيد ورداءه في الطواف الواحد يرفعه 10 مرات، وربما كلما رفعه هكذا جاء إلى عين الذي يليه فآذاه بها، وكم رأينا من هذا الأمر في صحن الطواف. لذلك أخي الكريم احمل رداءك واحذر أن تؤذي غيرك. وجدت شيئا في الطواف ضعه على بناء الحجر، حجر إسماعيل. هو رباح يعني تجد بعض الحجاج حويط، أنه قلنا على شعره لا ينزل، حويط على ظفره، حويط حتى على الحيوان لأنه ممنوع فيقول هذه محظورات، ولكن يأتي للإنسان الذي هو من أعظم حرمة عند الله ويتعب الإنسان الذي هو أعظم حرمة من هذا البيت كما قال سيدنا. فلذلك نحن يعني حين نتكلم عن مثل هذه المسألة، أولا من ناحية ما يحدث حول البيت أو ما يحدث عند أيضا زمزم، ونقول بأنه في التلبية كما قلنا أنت أعطيت عهدا لربك ألا تشرك به شيء كما تفضلت قبل قليل، إذن عهدته في تلبيتك أنك لن تشرك به شيئا. ولكن بعض الحجاج في بعض الأحيان وهي في زمزم تشرب تجدها تغسل مادة حزام، لماذا؟ حزام فلانة لا تلد حتى ينحل حزامها. تجد بعض الناس تأخذ حتى صدقة الحمام، هذا الحب تقول لك لفلان مريض حتى يشفى، وهي لا تفهم أنها تسرق شيء، إنسان تصدق بشيء. طبعا هذا مما لا يجوز. نعم هي تأخذه. رأينا وهذه صدقة لمن لهذا الحمام. ويمكنها أن تشرب ماء زمزم وتدعو لهذه الأخت. وتدعو نعم. يعني سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه شرب ماء زمزم وقال اللهم اجعلني أعلم أهل الأرض، فكان. الإمام السيوطي شرب زمزم وقال اللهم إني أسألك ما سألك عبدك أبو حنيفة، فكان خزانة العلم. الإمام الحاكم فعل كذلك، ماء زمزم له بركة، لكن لا نخرجه من سياقه ليصبح شيئا من الكهنوت، شيئا من الطقوس غير الإسلامية. لذلك نحن نريد أن نرتب عقل الحاج والحاجة مع بعضنا البعض، فنقول نحن وصلنا إلى مكة المكرمة، نعم، دخلنا إلى الحرم، وما دخل أحدنا الحرم إلا فتح الله عليه فتوحا إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. ولا نركز على الأدعية، هناك أدعية لهذا، من استطاع أن يدعو فهو خير. نعم. حتى إن من استطاع أن يقرأ فهو خير، والذي لا يعرف رأينا يحاول أن يدعو بقلبه، فنحن مع رب القلوب رأيت. نعم. فلا ينزعج واحد أنه لا يحفظ الأدعية، ومن استطاع أن يحفظ يجتهد للحفظ، فهي أدعية رائعة يعني فيها كثير من المعاني. نعم. التي ماذا قلنا يعني ترفع هممنا. أيضا عندما نصل إلى مكة المكرمة أكيد أن أول شيء ليس الذهاب للطواف، أول شيء وضع الرحال. نعم. وننبه أيضا قلنا لا تنقطع التلبية،
عندما يكون الحجاج في انتظار مثلا حتى يأخذوا غرفهم ليضعوا أمتعتهم قبل أن ينصرفوا إلى نعم إلى الحرم، هنا أكثر من التلبية حتى لا تقلق، لأن بعضهم يقلق على أتفه الأسباب. صحيح التعب موجود، بالذكر يطمئن القلب. نعم، خاصة قلنا التلبية وأنت تفهم معانيها، لبي لبي الله تبارك وتعالى وأشغل قلبك بها ولا تنقطع عنها. دكتورة، مع وضع الرحال في الفنادق يعني يوشك الحاج أن يكون من أهل مكة. نضع الرحال في الحلقة، سنضع الرحال في الحلقة لنبتدئ إن شاء الله مع هذا المعنى بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إخوتي الحجاج، لا تنسونا من صالح دعائكم، نسأل الله تعالى أن يكتبنا وإياكم في خيرة وفده المقبولين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.